يعرف البدو بيئتهم معرفة جيدة، يعرفون كيف يحافظون عليها وأهمية الحفاظ عليها. إنهم يعرفون أن بيئة البادية بيئة هشة، ويعرفون أين يكون الرعي ممكناً وأين لا يكون. تكونت هذه المعارف منذ قديم الزمان، وتكونت بعد خبرة طويلة جعلتهم يستخدمون المرعى بصورة مستدامة. والبدو رحل لهذا السبب، وراحهم روادة عساسة، يعني شافهم هالديرة يقولون رغل بها مقير، رغل وروثة وخضرات ومين واجد. لقد اعتادوا الرحيل من موسم لآخر، تمحل علينا نمشي نشرق ونغرب. بس الحين لو عندنا مكان رعي هنية ما نروح، ما نتحرك عن التليل، بس ما قضى الرعي من عند التليل نغرب، قاعد غصب عنه نروح مغرب، نروح على أسريا على قديم على غصب عنه ما المحل يمشينا. يا جاع حلالك جاع ودك تمشي مثل ما يجعون أولادك، ودك تمشي غصب عنه. يا جاع الحلال مثل الأولاد، يا جاع بدك تمشي له للدير غصب عنك بدك تمشي له. والله أوقات الخبزة اللي تعطيها ولدك تعطيها البعير مثل ما تعطي، يعني حلال غالي عندها. يرحلون إلى حيث ماء الشرب والسقاية والمرعى تأكل منه أنعامهم. بالصيف نغرب على قديم وعلى بالفياض وبالنيتل، هذه مساكيننا، يصير بها حمض للبل عايشة تنبه. والشتوية أيام الشتوية والربيع ما في غيرها التليلة، ما نقدر نروح عنها، نطلعنا على حماد ما بشجر خالص، هي معيشتنا التليلة. يعرف البدو قيمة كل نوع من النباتات، ويعرفون أفضلها لكل نوع من أنواع الحيوانات، ويعرفون كذلك مقدار الكمية التي يمكن الحصول عليها من النبات دون تهديد بقائه، ويعرفون أنواع النباتات الصالحة للاستهلاك البشري والتي تصلح كدواء يستطب به الإنسان أو يعالج به الحيوان. وحليب النوقب صملاني وعلى تمرات الجريدة، عيش البدو قبل تمر وحليب، تمر شجار وحليب بكار، واحدهم جسمه جسم الأحوار. يروي أحد البداة لأحفاده القصة التالية: لم يكن في الماضي حدود في البادية، كنا نجوبها مع أغنامنا فولا وعرضا، فلا ترعى أغنامنا إلا في المناطق التي تصلح لذلك، وهذا ما ساعد النباتات على التجدد والبقاء. كنا نقضي الشتاء في البادية والصيف في المناطق المعمورة حيث كانت مواشينا ترعى بقايا المحاصيل. نرحل على جمال، نرعى بالرمس وبالربيع، نجي زاد الربع باب النيتال باب الفياض مارينا بسريا، ونشتي بالرمس بالتليلة. للبادية نظام بيئي هش، لا يمكن أن يتحمل بقاء الحيوانات والبشر عليه طيلة العام، لذا كان ولا زال التكامل مع مناطق الاستقرار ومناطق الزراعة المروية في بلادنا مهماً جداً في نظام إدارتنا للرعي. ويضيف البدوي: لقد ساعدت عادة رحلة التشريق والتغريب هذه النباتات على الاستراحة والتكاثر، كما لعبت موارد المياه دوراً هاماً في إراحة المرعى واستدامته، لأن البدو كانوا يغادرون المرعى حتى لو كان قادراً على تحمل الحيوانات،
وذلك ما إن تشح موارد المياه أو تنضب. اعتدنا كذلك على حماية جزء من أرضنا التقليدية لنلجأ إليها إذا حل الجفاف. لي عشيرا ما تلفت بالتليلة ولا شلع بيديه من ميت شجرها، علمي بالمجمول يومك فرحيلة، مع جموع انشرقت وانا خبرها. يا عيون يلي انترت للجميلة، شافها القناص وعجز لي غترها. في ذلك الوقت يا أعزائي كان لكل قبيلة مضارب على أرض البادية تستثمرها، وكانت روابط القرابة في كل قبيلة قوية جدا، حيث كنا نتنقل كفريق واحد وكأننا قرية متحركة. كان شيخ القبيلة يعين المناطق التي يجب علينا حمايتها، وكان على الجميع احترام هذا القرار، وكان لكل قبيلة حراس يحمونها ويساعدون على تطبيق هذا القرار. لقد سمي هذا النظام بنظام الحمى الذي يعني الحماية. إنه النظام التقليدي الذي ساعد على استخدام المرعى استخداماً عقلانياً متزناً. كان هذا النظام شائعاً في شبه جزيرة العرب منذ الجاهلية، وقد يكون أقدم استراتيجية لإدارة الرعي استخدمها الإنسان على وجه الأرض.